نفى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح تراجع الحكومة عن إقامة أي مشاريع مدرجة بخطة التنمية بسبب انخفاض أسعار البترول، مؤكدا عزم الحكومة على تنفيذ جميع المشاريع التي وضعت بخطة التنمية هذا العام. مشاريع ما في ولا مشروع تم اعتماده ورصد له في ميزانية السنة هذه وموجود من ضمن الخطة العاملة لغي أو سوف يلغى أو هناك نوايا لإلغائه. الحكومة عازمة لتمويل جميع مشاريعها، هذه فرصة مواتية للمضي قدما في إنشاء البنية التحتية المناسبة، ونعتقد بأن هذا جانب أساسي في الابتعاد عن أي جمود اقتصادي.